مدرعات رومانية نحو الحدود مع مولدافيا، توسيع للحرب خارج أوكرانيا. هناك من يريد إشعال البلقان بعد أوكرانيا كما هو معروف، واستهداف مولدافيا جزء من خارطة الصراع الآن. هذا الفيديو يكشف نقل كتيبة مدرعة رومانية إلى الحدود المولدافية بعد أن أكدت بوخارست أن دفاعها عن مولدافيا يعتبر دفاعاً عن أمنها الداخلي. باختصار، الوضعية على الحدود الرومانية المولدافية مختلفة للغاية. الدبابات، المدرعات، الآليات على الحدود، والروس والأوكران قرروا نقل المواجهة إلى ترانسنستريا. اليوم ترانسنستريا مع مولدافيا، وترانسنستريا إقليم في وضعية الدولة المستقلة مع 1500 جندي روسي مصحوب بمدرعات وأيضا بدبابات متقدمة. وقد اعتمد الأوروبيون اليوم على ترانسنستريا كأراض من مولدافيا احتلها الروس، وموسكو قطعت أغلب إمداداتها للغاز نحو أوروبا بما فيها مولدافيا. في 22 من أبريل 2022 صرح الجنرال لوستان مينيكاياف بأن جنوب أوكرانيا يسمح بالتواصل مع ترانسنستريا، فيما أنقرة تنظر هذا التطور بصعوبة لأن هناك منطقة تركية تتحدث التركية من قبائل أوغوز غازا أوزي، وهم أرثوذكس يتحدثون التركية، إلى جانب اليهود يهودي كاريتا في ليتوانيا، وهذه الشعوب وحدها هي التي تتحدث التركية من غير إسلام. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. اليوم هناك تطور استثنائي رغم تصريحات بوخارست بأن مولدافيا جزء لا يتجزأ من الدفاعات المشتركة ما بين البلدين، لكن في واقع الحال رومانيا تدفع اليوم بالدبابات تجاه منطقة حساسة للغاية، لأن المهم فيما يجري ليس أوكرانيا التي تدعو وفي 24 ساعة إلى التدخل. زيلينسكي قال بالحرف بأن قواته يمكن أن تدافع على ترانسنستريا فورا، ومع قرار مولدافيا سيكون التدخل هناك من أجل مواجهة 1500 جندي ضمن ما سمي بقوس الحركة، يعني أن الجندية الروسية اليوم مستهدف من طرف الناتو، كان في أوكرانيا أو خارج أوكرانيا مع ترانسنستريا. إذا أمامنا وضوح بأن الولايات المتحدة الأمريكية وضمن استراتيجية متكاملة سنرى أن منع روسيا من الذخائر في ترانسنستريا سيكون بمثابة أهم عنصر استراتيجي في انتصار الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا. إن سمح بنقل هذه المستودعات وإدخالها إلى الحرب، إلى الحرب اليوم، سيكون بمثابة تسليم حوالي ثلث كل الذخائر التي خسرها الآن الروس في حرب أوكرانيا. ثلث كامل هو اليوم في هذه المنطقة، في أكبر المناطق والمستودعات التي كانت تحت بنود سرية وأيضا علنية بخصوص تفكيك الاتحاد السوفيتي بعد 94-1900، وهذه الاتفاقيات ذات السياق الواحد والملاحق المتعددة. إذا بالنسبة لترانسنستريا تعتبر مستودع أساسي للاتحاد السوفيتي، ويمكن اليوم تسليم ثلث الذخائر إلى روسيا إن نقلت كل ما في ترانسنستريا إلى روسيا، وهذا غير مسموح به. ولذلك كان القصف الذي انفردنا به في أول أيام الحرب، كنا قد انفردنا بالقصف الأمريكي تجاه نقل هذا السلاح،
واليوم يؤكد الأمريكي وعبر CIA بتقرير مباشر بأن 31% من الذخائر موجودة هناك، وأن حالة القصف حدثت في بداية الحرب نفس ما قلناه. واليوم يتأكد أن نقل هذه الذخائر أقوى بكثير من علاقات تنقل الذخائر من الصين تجاه روسيا. عندما نرى CIA تؤكد أن الثلث يعني إمكانية الذهاب بعيدا باتجاه ضمان ذخائر لأربعة أشهر، هذا بالنسبة لأوكرانيا وبالنسبة لحلفائها هذا يؤجل الحرب. لذلك فالأولى دخول القوات الأوكرانية مباشرة إلى ترانسنستريا. وواقع الحال ليس الجنود الأوكران، الأمر يتعلق بالشركات الخاصة بشركة موزارت على وجه التحديد، التي اليوم انسحبت بشكل كامل من باخموت وتوجهت إلى ترانسنستريا. والمؤكد الآن أن إن راجعنا على وجه التحديد تيليجرام لفاغنر ولزعيمها، سنجد أن أيضا فاغنر في ترانسنستريا. إذن انتقال الحرب نحو الذخائر. قد يقول قائل لماذا تمت هذه المواجهة ما بين تنظيم بين قوسين فاغنر وما بين القوات؟ هذا الذي يجعل من نقل العمليات من باخموت وباتجاه ترانسنستريا بالنسبة لي على الأقل فاغنر بمثابة الحاجة. يريد الروس أن يختلقوا هذا الإشكال بالنسبة للذخائر من أجل توجيه فاغنر إلى هذه المستودعات في ترانسنستريا. وأيضا سحبت الولايات المتحدة الأمريكية موزارت باتجاه مولدافيا من أجل نفس المستودعات. والحرب هناك اليوم قد تقع بين عشية وضحاها، لأن كل الاستعدادات تتم بهذا الاتجاه. في وقت سابق تحملت CIA هذه المعضلة، لكن لا بد أن يكون اليوم تدخل أرضي. في وقت سابق منعت هذه العمليات لنقل الذخائر بقوة السلاح الجوي، الآن فيه ضرورة لحضور مباشر لقوة برية. هذه القوة البرية كانت موزارت والآن معها فاغنر، ونقلتا معا في هذه الحرب إلى ترانسنستريا مع 1500 جندي روسي. لم تسحب روسيا كامل جنودها هناك، بل دعمت بمئة خبير آخر. وبالنسبة لاستغلال هذه الذخائر السوفيتية كأكبر مستودع في التاريخ هو اليوم في ترانسنستريا، يعني أن هناك استغراب شديد لعدم استغلال روسيا لهذه المستودعات على وجه دقيق. معنى ذلك أن الحرب اليوم في مولدافيا حرب حول الذخائر. أمريكا نعلم اليوم بعد مقال نيويورك تايمز، وسبق أن قلنا بأن هناك أزمة حقيقية ما بين درجة الاستهلاك الذي تحتاجه أوكرانيا وما بين درجة التصنيع بالنسبة للذخائر. هناك أزمة، واستثمرت أمريكا كل شيء بما فيه. آخر منطقة تعد هي المنطقة الأكثر حساسية إنه أمن إسرائيل بالنسبة لأمريكا، لأن الأمر يتعلق بعقيدة. وبايدن الصهيوني غير اليهودي حسب تعبيره، وهو يصف نفسه في زيارته إلى إسرائيل في الزيارة العاشرة والزيارة الأخيرة له إلى إسرائيل ومن ثم إلى مؤتمر جدة، قال أنني صهيوني غير يهودي. اليوم عندما يمس الأمريكي وأمام هذا الإيمان بالنسبة للصهيونية غير اليهودية، وتحمل كل المستودعات من إسرائيل باتجاه أوكرانيا، ثم بعدها مباشرة نجد إسرائيل بكل الدعم نحو أوكرانيا، كل هذا يسير باتجاه أزمة حقيقية في الذخائر. ولذلك فالصراع اليوم هو صراع حول
ذخائر الاتحاد السوفيتي هناك. فمن جهة أمريكا تعتبر الأمر شرعيا لأن هذه أراضي مولدافية ولا بد من حماية هذه المستودعات. بالنسبة لروسيا فإن هذه الدولة أعلنت مع التسعينات، يعني مع إعلان مولدافيا أعلنت ترانسنستريا، وبالتالي فإن الوضع اليوم ليس مع شرعية 2014 كما في حالة القرن. نحن نتحدث عن خلاف حدث منذ 1991 ودعا فيها هؤلاء في الإقليم أنهم دولة مستقلة وبقيت مستقلة على نفس الحال رغم عدم الاعتراف إلا من أبخازيا أعتقد وأوسيتيا الجنوبية، ولكن مع ذلك فإن روسيا إلى حدود هذه اللحظة لم تعترف بترانسنستريا من جهة، ولكن في آن واحد فإن المشكل بين هذا الإقليم وما بين مولدافيا يعود إلى تسعينات القرن الماضي مع تفكيك الاتحاد السوفيتي. فالشرعية هناك كما تحملها مولدافيا يحملها الإقليم أيضا، وهذا يعطي أفقا مفتوحا بالنسبة لاستمرار التواجد الروسي هناك. إذن الأمر حول الذخائر، حرب الذخائر، وهذا الذي دفع مباشرة الآن رومانيا. إذن هناك بوخارست، هناك أساسا أوكرانيا وغيرها، الكل يحاول أن يضع نفسه الآن تحت أمر السلطات المولدافية في حرب وتوسيع الحرب، تجدها على الأقل رومانيا جزءا من حرب بين أوكرانيا ومولدافيا وأيضا رومانيا ضد روسيا، وهذا الذي سيحسم بشكل نهائي إما باتجاه خراب العالم كما يقول تماما ميدفيديف، لأن عالما بدون روسيا لا يستحق أن يكون، يعني إفناء العالم كما يريد الروس فعله، أو أن الأمر يتعلق بهزيمة لروسيا. هذا خيار بايدن، فيما الخيار الآخر بالنسبة لروسيا لا هزيمة لروسيا، انتصار العالم مع روسيا أو هزيمة العالم بفناء روسيا. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.